أكدت صحيفة الوطن في كلمة لها تحت عنوان يوم قطر الأسود أن السياسات العدائية القطرية تجاوزت المعقولة والمنطقة والقيم والأخلاق بتدخلاتها في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وما زلنا نتابع التورط القطري السافر في الدول العربية. ليست بثلاثة أعوام على القدر القطري الذي تبنته طقمة حاكمة في الدوحة، بل هي عقود ما زالت متواصلة من نشر الفوضى والإرهاب في أرجاء المعمورة. هي مناسبة سوداء لاستذكار أفعال قطر السيئة وانخراطها الهائل في معاداة جيرانها في الخليج والعالم العربي. نتذكر ما بدأت به قطر من احتلال الزبارة وتهجير أهلها قسرا، ثم الغزو العسكري واحتلال فشد الديبل الذي ما زال قائما إلى اليوم، وبعدها المطالبة السافرة بجزر حوار أمام محكمة العدل الدولية بأكثر من 80 وثيقة مزورة في خطوة باتت وصمة عار قطرية في تاريخ القضاء الدولي. لا تتوقف السياسات العدائية القطرية عند هذا الحد، بل تجاوزت المعقول والمنطق والقيم والأخلاق بتدخلاتها في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين بدعم الجماعات الراديكالية سياسيا وإعلاميا وتمويلها لنشر الفوضى والإرهاب في المملكة. ما زلنا نتابع التورط القطري السافر في الدول العربية بتغذية الصراعات السياسية ودعم التطرف والإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها في إراقة وقيحة للدم العربي. نتضامن مع الشعب القطري الشقيق الذي بات يعاني من مغامرات حكومته التي حولت بلاده إلى مقاطعة تركية، وبات يعاني من النهوض التركي وسيطرة أنقرة على مقدرات بلاده حتى باتت السيادة القطرية منتهكة من الطربوش التركي، وشعب الدوحة لا يملك قرارا لمواجهة هذا التوغل بعد التعامل البوليسي المقيت في الداخل. هي فعلا ليست بثلاث سنوات من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب القطري، بل ثلاث سنوات أخرى من العار الذي سببت الطقمة الحاكمة في تاريخ هذا البلد بعد انسلاخها عن محيطها الخليجي والعربي. ولنتذكر أن التاريخ سيحفظ التورط القطري في إراقة الدماء وانتهاك سيادة الدول ونشر الفوضى والإرهاب في العالم، وهذا مصير من آمن بالعداء وتنكر لمبادئ الجوار وأسس الهوية، وهذا يوم قطر الأسود.